اسعار الزيت. الروز جاردن ده 700 مللي عامل 42. البرج الفرنساوي ده 680 مللي عامل 42. لا البرج الفرنساوي هنا عليه عرض، ال 680 مللي عامل 37.5 بدلا من 42، يبقى عليه عرض. البرج الفرنساوي 37.5 بدلا من 42. يونجا ده كيلو ونص عامل كام؟ 114.75. في آلية ده 2 كيلو و100 جرام عامل 121. ده زيت خليط. في بلانكا ده 3 لتر عامل 219. في هنا بقى طعامه ده عليه عرض، عامل كام؟ ده 650 مللي عامل 36 بدلا من 41، يبقى عليه عرض. 36 بدلا من 41. عافيه ده 2 لتر و200 عامل 154.5 عافيه ده 2 لتر و200 عامل 154.5. بدور في هنا ليكس عليه عرض، 700 مللي عامل 38.95 بدلا من 41. في هنا ده صني ده 750 مللي عامل 47.75. طيب هنا سلطان او بيت السلطان ده 680 عامل 37.5 بدلا من 42. ده كريستال قلنا عليه ده 2 لتر و200 عامل 158.25. السيل ده 700 عامل كام؟ 48. النقاء ده عليه عرض، 750 ب 45 بدلا من 47. النقاء عليه عرض لكن الاصيل ب 48، 700 جرام او 700 مل. روز جاردن ده 800 عامل 52. في بلانكا ده 850 عامل 64. في ريحانة ده بيور 800 مللي عامل 73.75. الزبدة ده عامل كام؟ شوف لكم الزبدة عامل كام؟ مش مكتوب سعر زيادة هنا، مش مكتوب سعر زيادة. في هنا كريستال ده دوار برضو ده لتر 600 عامل 117.5. هلا مش مكتوب سعره برضو. في سلايت ده 2 لتر وربع، 2 لتر وربع عامل 139.5. سلايت 139.5. هلا مش مكتوب سعر، مع اني معاه هديه بس مش مكتوب العرض بتاعه. سلايت 750 مللي عامل 49.75. هلا ده 500 مللي عامل كام؟ 35.5. في
في كريستال 800 عامل 60 دوار برضو. في ده هنا بقى كريستال ده دورة ده لتر 600 عامل 138.5 ده دورة. في هنا الأصيل ده زيت ذرة مخلط ده 750 مللي عامل 60.25. الأصيل ده لتر ونص عامل 115 ده ذرة ذرة مخلط. الأصيل اللي تحت ده 2 كيلو وربع عامل كام؟ 166 دورة مخلط برضه. في النقاء ده 750 دورة عامل 49. هنا دورة ده 800 عامل كام؟ عامل 74 دورة بيور. في عافية بلس ده 800 مللي دورة عامل 66.75. سلايد 750 عامل 59.75. روز جاردن دورة 800 مللي عامل 59.5. عافية البلس اللتر 600 عامل 129.75. في هنا ده زيت زيتون الكيلو عامل 390 بدلا من 460 عليه عرض. ده زيت زيتون سيوي ده 500 عامل 53 واللتر عامل 100 جنيه. ده زيت زيتون سيوي اللتر كده ب 100 والنص كيلو عامل 53. في عجوة صغيرة كده 125 مللي عاملة 22 جنيه. في دوبيلا ده 150 مللي زيت زيتون عامل 52. روز جاردن ده 750 مللي في علبة زي بلاستيك عامل 175. وجه فود ده عامل كام؟ 77. ده ربع كيلو والنص كيلو 129 بدلا من 174. اللتر عامل كام؟ 248 بدلا من 299. ده زيت زيتون بكر ممتاز. وفي الغامق ده كده عامل كام؟ ده اللتر عامل 299. لا ده برضه عليه عرض 248 بدلا من 299. في عبوة فوق النص كيلو عاملة 174 75 بدل 165. في هنا دولفين تونة شرايح مدخنة ده 170 جرام عاملة 54. دي شرايح تونة مدخنة. وفي شرايح بالليمون برضو بنفس السعر 54. في حار السابع عاملة 37 170 جرام عاملة 37. ده النوع ده اسمه اسكريم. في منه مدخن وفي منه سابع 170 جرام عامل 37 لكن دولفين اللي عامل 54. في هنا زي كاليفورنيا ده شرايح مدخنة 120 عامل 88. وفي فلفل وليمون عاملة 78.75 120 جرام برضو. وفي سانشاين عاملة كام؟ 120 جرام عاملة 50.5. وفي منها حار وفي منها بالليمون والفلفل اللي هي سانشاين عاملة 50.5 120 جرام. كاليفورنيا قلنا عاملة 88 120 جرام. ودي عاملة كام؟ 120 جرام. دي حدائق كاليفورنيا عاملة 78.75. طيب أمريكانا
امريكانا دي 120 جرام عامله كام؟ 78. في فوق التي سي بوي شرايح تونه، في حار وبارد 120 جرام عامله 39، 75 بدلا من 48 عليها عرض. ونفس برضو العرض في المدخنة، تي سي بوي برضو مدخنة، يبقى في منها مدخنة وفي حار وفي بارد، كلها عرض واحد عاملة 39، 75 بدلا من 48، 120 جرام. 3M ده قطعة واحدة حار 185 عاملة 43، 75. وفي دايت نفس العرض برضه، دي بقى قطعة واحدة 185 ومعاها 15 جرام زيادة عاملة 42، 75 بدلا من 45. النوع ده 3M برضه. في 3M ده قطعة دايت 185 جرام عاملة 37، 75 بدلا من 39، 75. دي كده دي بقى المشفتة 140 جرام عاملة 22.5، لا عليها عرض. بصوا المشفتة دي 3M 140 جرام وسهلة الفتح، عليها عرض عاملة 19، 75 بدلا من 22.5. ده جيل 140 جرام. في برضو عرض على 185 جرام برضو مفتفتة سهلة الفتح عاملة 23، 75 بدلا من 24، 75. فيها جنيه. في اللي هي في شرمان ده قطع في زيت صويا وفلفل احمر، ده 170 جرام عامله 50 جنيه بدلا من 57. وفي في زيت الزيتون، وفي في زيت اللي في الزيت العادي عامله كام؟ ده قطعه واحده 170 جرام عامله 45 بدلا من 59. في هنا تي سي بوي ده مفتفتة حار او بارد 140 جرام عاملة 19 جنيه. تي سي بوي. في هنا كوجي 160 جرام ده في زيت دوار عاملة 79، 75 160 جرام. وفي في زيت الزيتون برضو اللي في زيت الزيتون عامله 79. وفي تونه خفيفه بالميه والملح 160 جرام ده كوري برضو عامله 55، 75. وفي بالفلفل الحار عامله 49، 75. طب عافية عاملة كام؟ عافية دي 140 جرام عاملة 22 وربع. اي ام ار ده 185 جرام عاملة 41. سانشاين قطع 185 جرام عاملة 42 وربع. وفي الحار عاملة 42، 75 الحار. وفي قطع دايت 145 جرام، 185 جرام عاملة 42، 75. يبقى هنا في أمريكانا 140 جرام في زيت نباتي ومحمول ملحي عاملة كام؟ 49.5. في أمريكانا ده قطع حار 170 جرام عاملة 57.
وفي أمريكانة قطعة واحدة في زيت صويا عاملة 62، 170 جرام عاملة 62 جنيه. في سانشاين ده سردين 125 جرام عامل 24.75، سردين عادي. وفي سردين مغربي 125 جرام عامل 23.5، وفي سردين مغربي بالزيت برضه عامل 23.5، 125 جرام. في دولفين ده سردين عادي 125 جرام عامل 28.5. في نوع ده اسمه كونتي، ده سردين برضو في زيت نباتي بالفلفل عامل 28، 125 جرام عامل 28 جنيه. في زيت نباتي من غير فلفل. سانشاين ده سردين حار 125 جرام عامل 24.75.